يعطيكم العافية، رجعت لكم بفيديو جديد من سلسلة آب إنفنتر. هالفيديو رح أفرشك عن بين بونت بارتو، بين بوت بارتو. ليش؟ لأنه صار معي مشاكل في الفيديو عملته أنا، واكتشفت بعد ما خلصته أنه كان في مشاكل في الصوت، فبدل ما أعيده هيك إذا بدكم تطلعوا عليه، يعني هو مش صعب بس مش كثير مهم. تمام، فامشوا معي على اللي بعده وعادي. تمام، هاي نشيلها، هاي البارت 1. البارت 1 خلصنا احنا. بارت 2 زي ما حكيت لكم مش حامله، اذا بتحبوا اطلعوا عليه، هم ضايفين كم شغله صغيره وبسيطه. فرح اجي على بن بيك كول، اللي هو نفتحه. تمام، فالإشي اللي رح نعمله حيكون عن إنه نحط كبسة ونحط رقم اللي بدنا إياه، نكبس على الكبسة نتصل على الرقم اللي إحنا حاطينه. فنروح هنا على الموقع، نروح على بروجكت ونحط start new project، نسميه call مثلا، call يعني اتصل، وأوكي. وهيك فتح لي نافذة جديدة، بدنا نحطه هيك يعني يكون شوي ناعم، أو إذا بتحبوا تضبطوا شكله. مش حاظبط شكله، خلص راح أحط بطن أشيلها من هون وأجيبها هون وأحطها أوتوماتيك في البيرنت الويث، وأحط أوكي عشان تعبي الصفحة. تمام، هاي هيك جهزنا الكبسة لما نكبس عليها. إذكم بس غيروا اسمها، حطوها كول زي هيك، كول. تمام، و غيروا اسمها، ومن هون بدي اغير اسمها كمان، احكي عنها كول بتون، يعني مش بتون ذاك اللي حكينا عنها كبسه معناها، هسه بدي احط هون كول بتون. اوكي، كمان هون نضيف شغلة، شايفين هون تحت لو تنزلوا تحت نتفة، في هون سوشيال يعني الأشياء الاجتماعية زي الاتصال والأشياء اللي زي هيك، وبحط هون فون كول، بس حبها بجيبها هون فون كول. هون بحط الرقم اللي بدي أتصل عليه، مثلا أتصل على رقم يعني زي هيك، 1 2 3 زي هيك زي هيك، زي ما حاطينه بالتعليمات، 3 أرقام 3 أرقام 4 أرقام. تمام، إذا بتحبوا يعني جربوه، أنا بدي أجربه على جنب يعني أشوفه بزبط ولا لا، وبرجع بحكي لكم، لأن مش منطق يعني أحط رقم هون. متأسفة طبعا نسيت أحط البلوكس اللي بدنا نحطها هون. بدنا نحط على الكول بتون، لما يكبس على البتون هاي بدنا إياه يتصل على الرقم، فبحط هون فون كول 1، بحكي له كول إنه ناديلي يا فون كول، ناديلي على الرقم اللي أنا طلبته واطلب لي إياه، يعني اتصل على الرقم. تمام، فإذا حطينا إنه اتصل على الرقم اللي هو محطوط، بس هذا الرقم ثابت يعني من وين بنغيره؟ من هون، بس من هون بنغير الرقم، وبعديها بننزله على الجوال وبنجربه. يعني هون تنشوف، نجرب نحط هون كونكت، اصلا انا عملت له كونكت هون شوي اشوف. تمام، اجرب احط كول هون شو بيعمل. على الاغلب المفروض يجيب لي شاشة الاتصال وهيك شيء. هيو، اوه كمان فتح لي خط، يا سلام. تمام، هيا هيك بس تجريب، اذا بدكم حطوا رقم حقيقي واتصلوا عليه بزبط، مش منطق اجربه على رقم حقيقي يعني بينفعش. تمام، حلو حلو. هاي اول جزء من هالفيديو. تمام، الشغلة الثانية بدنا نتعلمها، في اشي هون اسمه فون نمبر بيكر، بجيب هاي بحطها هون. هاي لو انا جيت، ماشي مش مشكلة، هاي لو انا اجيت طفى مش مشكلة، كونكت وعلى الإميريتر.
هاي الفون نمبر بيكر، شو بتعمل؟ بتختار رقم من السجل تاع الأرقام اللي عندكم من سجل الاتصال أو من الكونتاكتس اللي هي بيختار، بتقدر تختار رقم. يعني هاي اللي بتعمله، حسنا نجربها بس عبال بس يستوعب إنه إحنا شبكنا. والله ما جيبك طول البال. هيو اجا بكبس هون على تكست فور فون نمبر بيكر، فبيجيب لي الكونتاكت. هون احنا فش عنا كونتاكت فما جبهنش، بس على جوالكم اذا انتم قاعدين تطبقوا على الجوال رح يجيب لكم جهات الاتصال جميعها اللي عندكم الكونتاكت يعني. تمام، اذا بنقدر نرجع هون بتوقع رجوع. تمام منيح. تمام، خطرت لي شغلة عشان نعرف نجرب. ليش ما نضيف كونتاكت؟ بنكبس هون على المنيو وبعدين هون بنكبس شوية أحسن. هون نروح على هاي ونعمل كونتاكت، وبعد هيك نروح على المنيو وبعدين نعمل نيو كونتاكت، وهون نكتب مثلا first name hello وأكتب done، مع إني ما حفظتش على فكرة الرقم. تمام خلاص مش مشكلة. هسا بدي أرجع على التطبيق اللي إحنا سويناه، ولو أكبس هنا إنه مفروض يجيب لي الكونتاكت. تمام، كمان مرة نرجع هنا على الكونتاكت ونروح على هلو هاي اللي هو اسم الشخص ونعدل، لانه احنا نسينا نحط رقم بالاساس. نجرب نحط رقم ونشوف شو بصير معانا. نحط الفون مثلا 1 2 3 1 2 3. لماذا لا يكتب؟ اكتب ايوه 1 2 3 4 5 6 7 8. منيح هيك. تمام، واكتب له ضن هيك مفروض، هيك ممتاز شكله حفظها. نرجع للبرنامج نشوف شو الوضع. هبك ضلني كابس عليها. تمام، هيا التطبيق اتمنى انه يشتغل. ممتاز هيشتغل. هاي كمان مرة نرجع هون تكست فور نمبر، هاي جبلنا الكونتاكت. ممتاز. هسا انتو عندكم على الجوال اذا بتطبقوا على الجوال رح يكون عندكم كثير زي هيك، اما اذا بتطبقوا معي على الاميوليتر هاي ضفنا جهات اتصال. اذا يعني لو كبسنا عليها مش حيصير اشي. ليش؟ لانه مش مبرمجين واحنا لسه انه يعمل اي اشي. فشو بدنا نعمل؟ في هون بروح على البرمجة هون على البلوكس، بحكي له لما يكبس على انه بعد ما يختار، بعد ما تختار جهة الاتصال روح على الفون كول وحط لي الرقم اللي انا يعني اللي احنا مختارين، وحط لي الرقم اللي بدنا نتصل عليه من البكر من اللي اخترنا منه. هاي لا مش دوت باك جراوند، بس انا بدي اسحبها اللي هي تاعت البكر واختار النمبر فون نمبر. يعني اخترنا رقم الاتصال من البكر من اللي هو اللي اخترنا منه البكر. بحب اذكركم البكر اللي هو هاي لما نكبس عليه هذا اسمه بكر، بختار من هون. بعد ما اختار من هون اللي كتبت له اياه انه when phone number بكر 1 dot after picking، يعني بعد ان تختار ماذا تفعل؟ اللي هو set phone call 1 dot phone number، يعني حط لي رقم الاتصال تاع رقم الاتصال تاع هاي الفون كول اللي هي اذا ذاكرين زي ما حكيت لكم قبل شوي. مهبه برضه اذكركم عشان ما تضيعوش، هاي شايفين هاي الفون كول اللي هي اللي سحبناها، هي هاي المش مرئيه اللي حطينا عليها الرقم اللي هي شوي احط لكم اياها، اللي هي هاي فون كول اللي حطينا فيها الرقم. احنا بدناش خلص هذا الرقم، بدناش نضلنا نستخدمه نفس الرقم، بدنا اياه يكبس على الكبسه بعدين يختار الرقم اللي بده اياه وبعدها يكمل شغل. تمام، اتمنى تكون وصلتكم. تمام، فهون الفون كول 1 دوت فون نمبر 2 اللي هي نمبر بكر دوت فون نمبر اللي هي اختار لي الرقم حط لي اياه في الرقم اللي بدنا نتصل عليه بعد ايش؟ بعد ما هو يختاره، مش يعني قبل ما يختار الرقم يحط لي رقم، لا بعد ما يختار الرقم، بعد ما يختار جهة الاتصال بنجيب الرقم من قائمة الاختيارات اللي اجتنا وبنحطها في المحل اللي بدنا نتصل عليه. تمام، هسا عياد تعالوا نجربها.
نرجع، بدي ارجع على البرنامج، اكبس هون واكبس على هاي وأكرد اكبس كول. موبايل نتورك not available ممتاز، بس هو المفروض بيشتغلها. الحين بدي اجربها على الجوال واشوف نفس النتيجة ولا مش نفس النتيجة وبرجع لكم. بالفعل رنيت على امي عن طريق البرنامج وبالفعل الزبط اخترتها من بين القائمة، ويعني بالفعل الزبط. هسيات في شغلة بدنا نضيفها، انه لما نختار الرقم بدنا اياه يعني هيك يحسسنا انه احنا اخترنا رقم عن جد، زي لما نكبس عليها بيحكي لناش انه هو اختار رقم وين راح هاي. ايوه هي، لما مثلا بكبس على هاي وبختار مثلا هلو ما بحسسنيش انه هو اختار انه هلو، بحسسنيش انه اختار هذا الاسم. فشو بدنا نعمل؟ بدنا ان بس يخلص هاي يجيب عليها الرقم اللي اختاره، تمام، عشان نبقى متأكدين قبل ما نتصل على الرقم انه هذا هو الرقم اللي اخترناه. هسه احنا بدنا نغير اذا النص تاع شو تاع هاي، هاي شو اسمها اللي هي فون نمبر بكار 1. احنا بدنا نشوف نغير هاي او هاي، نشوف اذا بقدر اغير هاي بغيرها، اذا بقدر اغير هاي بغيرها. بدنا نشوف نشوف هاي ونشوف انه اذا بنقدر نغير التكست اللي عليها زي هيك. بجيبها وبحكي له انا بدي النص اللي عليها يصير هو نفسه نفس الرقم، يعني زي هيك، يعني زي هاي. لو حطينا هاي هون وجبت هاي وعملت لها دوبليكيت يعني تكرار، بشيلها وبحطها هون. خلينا نجرب اذا الاشي اللي سويناه، بعد هيك بنكتب زي هاي، نجرب نختار هلو. مفروض يحط لي الرقم هون بس ما حطوا لي اي اشي. تعرفوا لاني فصلت الاتصال شوي، ارد اضبطه. تمام، نشوف نرد نحط هنا تكست ونختار هلو. هاي شايفين غير لي الرقم، وهيك بحط كول وبتصل لي عليه. مفروض هون بحكي لي انه موبايل نتورك نوت افيلبل، لانه احنا قاعدين نشتغل على جوال مش حقيقي يعني. بس هيك كان الفيديو اليوم. بدي ألخص لكم الإشي اللي عملناه. الإشي اللي عملناه ببساطة إنه عملنا برنامج إذا ممكن أنا أختار رقم معين وأتصل عليه كيف بتنعمل هاي الشغلات. هاي الإشي موجود في كل الجوالات، إحنا اللي في هاي الحلقة تعلمنا كيف نعمله. طيب إذا عادي صممنا الكبسة، صممنا هون ممكن تغيروها تحطوا بسة، يعني هون مثلا هم حاطين صورة بسة زي ما تعلمنا في تاع البسة، حاطين عليها تكست انه بريست كول واشي زي هيك. تقدروا تضبطوها على راحتكم، تغيروا الشكل. اللي عند هون بكفي، يعطيكم العافية وان شاء الله بشوفكم فيديو جاي.